بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الرابعة شعبة علوم الحاسب، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الأولى لمادة الرؤية بالحاسب. الرؤية بالحاسب هيبقى فيها جزئين، جزء نظري وجزء عملي. الجزء المرتبط بالعمل هنتكلم بيه في المحاضرات المباشرة إن شاء الله، أما النهاردة هنتكلم في الجزء النظري على اعتباره إنه هيبقى سهل أسهل من الجزء العملي لمادة الرؤية بالحاسب. الرؤية بالحاسب هي إحدى مجالات علوم الحاسب، تهدف إلى بناء تطبيقات ذكية قادرة على فهم محتوى الصور كما يفهمها الإنسان، حيث من الممكن أن تأخذ بيانات الصور عدة أشكال، كالصور المتعاقبة زي لقطات الفيديو اللي هي من الممكن وصف الرؤية الحاسوبية أو الرؤية باستخدام الحاسب باعتبارها مرادفا للرؤية الفسيولوجية اللي هي خاصة بالعين البشرية. فكما أن الرؤية الفسيولوجية للإنسان والحيوانات المختلفة تتم دراستها للتعرف على خصائصها، فإن علم الرؤية باستخدام الحاسب يدرس ويصف أنظمة الرؤية التي يتم تنفيذها في البرامج أو الأجهزة. وقد أظهر التعاون بين مجالي دراسة الرؤية الفسيولوجية والحاسوبية تطورا في تعميق الفهم لكلا المجالين، وهي الحقل الذي يجمع الطرق لاكتساب ومعالجة وتحليل وفهم الصور ذات الأبعاد العالية من العالم الحقيقي. وتعني أيضا الرؤية بالحاسب وصف العالم الذي نراه في الصورة وإعادة بناء خصائصه مثل الشكل والإضاءة والألوان والتوزيعات. كما أن الفكرة الأساسية من وراء هذا المجال اللي هو الرؤية بالحاسب هو معرفة قدرات رؤية الإنسان من خلال فهم وإدراك الصور عن طريق تفكيكها أو تجزئها إلى معلومات رمزية من بيانات الصورة باستخدام نماذج أنشئت مسبقا بمساعدة علوم الهندسة والفيزياء والإحصاء ونظريات التعلم. وتهتم الرؤية باستخدام الحاسب بمحاكاة قدرة الإنسان على الرؤية بما يتضمن القدرة على التعلم والاستنتاج واتخاذ ردود أفعال بناء على مدخلات بصرية. وتعد الرؤية باستخدام الحاسب أحد أهم أفرع علم الذكاء الاصطناعي الذي يهدف بشكل عام إلى محاكاة القدرات البشرية الذكية والتعرف على الأشياء. التعرف على الأشياء التي تعتمد على تحديد وتعريف هذه الأشياء، سواء كانت هذه الأشياء في شكل صور أو تسلسل زي ما قلنا قبل كده، والبشر بطبيعتهم قادرين على التعرف. إن النماذج التي نستخدمها في الرؤية باستخدام الحاسب عادة ما تكون وضعت في الفيزياء زي قياس الإشعاع والبصريات وتصميم أجهزة الاستشعار وفي رسومات الحاسب، ولكل مجال من هذه المجالات نموذج يوضح كيف تتحرك الأشياء والتحكم في حركتها وكيفية انعكاسه وانكسار الضوء من خلال عدسات الكاميرا أو العين البشرية. بعض الأمثلة على تطبيقات الرؤية بالحاسب: واحد أو الأولا هو تطبيق قادر على التعرف على الأغراض أو الأشخاص ضمن صورة تطبيقات التحكم الآلي زي الروبوت الصناعي أو المركبات الآلية. اثنين، بناء نموذج للأشياء أو المحيط زي الفحص الصناعي أو تحليل الصور الطبية. ثلاثة، هو تطبيق قادر على متابعة غرض أو هدف أو شخص يتحرك
ضمن صورة. 4 هو تطبيق قادر على معرفة البعد الثالث من صورة أو أكثر ثنائية البعد زي صور الأشعة. بعد كده مجالات الرؤية بالحاسب. أول حاجة التعرف recognition. التعرف هو المهمة التقليدية في الرؤية بالحاسب، وهو القيام بتحديد ما إذا كانت الصورة تحتوي أو لا تحتوي على جسم. هذه المهمة من الممكن حلها ببساطة وبدون أي جهد يذكر بواسطة الإنسان. جميع الطرق الموجودة في التعرف لحل هذه المسألة تقوم بإيجاد أفضل الحلول من أجل إيجاد أشكال معينة كالأشكال الهندسية ووجوه الأشخاص والأحرف المطبوعة أو المكتوبة أو السيارات، وفي حالات معينة فقط محددة على الغالب بظروف إضاءة محددة. أنواع التعرف. أول نوع في أنواع التعرف هو التعرف ذاته. يتم التعرف على واحد أو البعض من الأجسام، وغالبا تكون بأوضاعها المختلفة أو زوايا مختلفة للكاميرا يتم به التحديد، زي تحديد مطابق وحيد للجسم المعرف، مثلا تحديد وجه شخص معين أو التعرف على بصمة شخص معين أو سيارة. 2 بعد التعرف التحري. يتم البحث في بيانات الصورة لإيجاد جسم معين، مثل تحري وجود خلايا مريضة في صورة طبية، تحري عن وجود سيارة. 2 بعد التعرف هو استرجاع الصور. يتم استرجاع الصور المخزنة في قاعدة بيانات معينة بناء على المحتوى والمفاهيم المتشابهة أو المشابهة للاستعلام من داخل قاعدة البيانات، حيث يتم إدخال صورة ويكون الخارج مجموعة الصور المشابهة. 3 ترميز الصور اللي هو image restoration. هي عملية استعادة الصور المتدهورة التي لا يمكن أن تؤخذ أو ترسم مرة أخرى، ويمكن استعادة الصور الأصلية عن طريق معرفة مسبقة عن الأضرار أو التشبه أو التشوه الذي يتسبب في تدهور الصورة، مثل شقوق أو خدوش أو غبار أو بقع. ويشتمل الترميز على الصور الملتقطة بالكاميرات الحديثة التي تعرضت لتشوه بسبب مشاكل في النقل أو الظروف التي تم التقاط الصور فيها، كما هو الحال في صور البعثات الفضائية أو أجهزة الماسحات الطبية، ويستخدم أيضا في تعديل الصور وترميمها. وهي تقنية قديمة قدم فن الرسم والفوتوغرافيا، حيث وجد في العصور الوسطى إلى وقت مبكر من عصر النهضة، وهي مستخدمة حتى الآن لملء الفجوات وإعادة الأجزاء المفقودة أو التالفة من الأعمال الفنية التي تأثرت بعوامل الزمن أو التخريب. 4 حاجة تمييز الأشياء. هو أحد فروع الرؤية باستخدام الحاسب، والتي تدرس مهمة العثور على كائن معين في صورة أو مقطع أو فيديو. يستطيع البشر التعرف على العديد من الكائنات في الصور بالقليل من الجهد، وبالرغم من أن الصورة قد تختلف بعض الشيء من نواحي مختلفة، مثل الاختلاف في الأحجام أو حتى عندما يتم نقلها أو استدارتها، حتى إنه يمكن للإنسان التعرف على الأشياء عندما تكون مخفية جزئيا. هذه المهمة لا تزال تمثل تحديا لأنظمة الرؤية باستخدام الحاسب، كما تستخدم العديد من التقنيات في تمييز الأشياء، مثل استخلاص الميزات والمقارنة مع قاعدة بيانات للأشكال وغيرها. 5 حاجة التتبع. التتبع هي عملية تحديد مكان أو تعقب جسم متحرك عدة أجسام متحركة باستخدام الكاميرا، ولها استخدامات عديدة، منها تفاعل الإنسان مع الكمبيوتر أو المراقبة الأمنية أو ضغط المرئيات أو الواقع المعزز بثلاثية الأبعاد، زي دمج الواقع بمجسمات رقمية ومراقبة الحركة بالمرور والتصوير الطبي وتحرير الفيديو.
كما أن التتبع عملية قد تستغرق الكثير من الوقت نظرا لما يحتويه الفيديو من معلومات كثيرة، بالإضافة إلى الحاجة إلى استخدام الخوارزميات المعقدة لتحديد الأجسام وتمييزها وتتبعها. والغرض من التتبع هو تعقب جسم مطلوب تتبعه في سلسلة من صور متعاقبة، والتتبع مهمة صعبة جدا عندما يتحرك الجسم بسرعة أكبر من معدل التقاط هذه الصورة المتعاقبة. أمثلة لنماذج حركة بسيطة في التتبع: عند تتبع جسم مسطح، نموذج الحركة سيكون تحويل ثنائي الأبعاد، وفي هذه الحالة تكون صورة الجسم واضحة. عند تتبع جسم ثلاثي الأبعاد، نموذج الحركة يحدد هيئته نسبة إلى مكان الجسم واتجاهه. عند ضغط المرئيات في الإطارات الرئيسية تقسم إلى قوالب كبيرة، وبالتالي نموذج الحركة يعتبر تشويش للإطار الرئيسي، حيث أن كل قالب تحرك يتجه باتجاه حركي معين نسبة إلى معطيات الحركة. أنظمة الرؤية باستخدام الحاسب: تختلف هذه الأنظمة باستخدام الحاسب بشكل كبير، وتتوزع إلى أنظمة كبيرة ومعقدة تؤدي مهمات عامة وشاملة، وبين أنظمة صغيرة تؤدي مهمات مخصصة وبسيطة. ولكن معظم أنظمة الرؤية بالحاسب تشتمل على العناصر التالية: أول حاجة، الحصول على الصور. يتم الحصول على الصورة باستخدام واحد أو أكثر من مستشعرات الصورة، وهذه تتضمن العديد من كاميرات ومستشعرات الضوء ومستشعرات المسافات زي أجهزة الفوتوشوب وأي برامج الكرول درو. وتبعا لنوع المستشعر، فإن الصورة الناتجة تكون ثنائية البعد أو ثلاثية البعد أو سلسلة صور متعاقبة. تكون قيمة كل وحدة ضوئية في الصورة تابعة لقيمة شدة الإشعاع الضوئي في واحد أو أكثر من الحزم الضوئية زي الصور الرمادية اللي هي أو الصور الملونة. ولكن أيضا من الممكن أن تشير إلى العديد من القياسات الفيزيائية كالبعد والامتصاص وانعكاس الموجات الكهرومغناطيسية. 2، بعد الحصول على الصورة، العمليات المسبقة. قبل تطبيق خوارزميات الرؤية باستخدام الحاسب على بيانات الصورة من أجل الحصول على معلومات مفيدة، فإنه من الضروري إجراء عمليات مسبقة على البيانات من أجل تأكيد أن هذه البيانات تحقق افتراضات محددة تابعة للخوارزمية. وهناك بعض الأمثلة على هذه العمليات، مثل إعادة تحديد دقة الصورة من أجل تأكيد صحة نظام إحداثيات الصورة، التقليل من التشويش من أجل التأكد أن المستشعر لا يقوم بتقديم أي معلومات خاطئة، زيادة التباين من أجل التأكد من أن المعلومات المرغوبة سيكون من الممكن الحصول عليها. ثالث حاجة، بعد الحصول على الصورة والمعلومات المسبقة، هو استخلاص معالم الصورة. يتم الحصول على معالم الصورة على مستويات دقة مختلفة من بيانات الصورة ذاتها، وتصنف هذه المعالم إلى معالم عامة مثل اللون والشكل، ومعالم خطية كالزوايا والبقع. 4، التقسيم. يتم تحديد أي نقاط أو مناطق من الصورة من أجل العمليات اللاحقة، مثل اختيار مجموعة من نقاط المعلم المميزة، تقسيم صورة أو أكثر تحتوي على المنطقة التي تحتوي على الجسم المهتم به. 5، العمليات عالية المستوى. فهذه المرحلة تكون البيانات المدخلة هي مجموعة صغيرة من البيانات مثل نقاط أو مجموعة صور يشك أو يتم التشكيك في أنها تحتوي على الجسم موضوع الدراسة، مثل التأكد من أن البيانات التي تم الحصول عليها توافق افتراضات التطبيق المقترح. تقدير قيم المعاملات المعينة كاتجاه الجسم أو حجم الجسم. تصنيف الأجسام التي تم التعرف عليها في عدة فئات. 6، صورة متدرجة أو تدرج رمادي، وهي الصورة التي تحتوي على الأبيض والأسود
مع تدرج رمادي وتمثل شدتها بأرقام من 0 إلى 255، أصلها 2 أس 8 في النمبر جراي ليفل. وإن اللون الأسود لهذه الوحدات الضوئية عند تمثيلها تمثل عن طريق أعمدة متساوية وصفوف متساوية من الوحدات الضوئية. 7، الصور الملونة هي الصور الرقمية التي تدعم الألوان عن طريق تخصيص 3 خانات بكل وحدة ضوئية، وتسمى باد لتحديد شدة الألوان الثلاثية اللي هو الأحمر الأحمر والأخضر والأزرق، وكل لون من الوحدات الضوئية ده 8 بت. 8، أخيرا هي الصورة المتحركة، هي مجموعة من اللقطات الفيلمية المتحركة تسجل بطريقة تماثلية أو رقمية وتعرض بنفس الطريقة التي سجلت بها. وتتعدد مصادر لقطات الفيديو لتشمل كاميرات الفيديو وعروض التلفزيون واسطوانات الفيديو عن طريق مشغلاتها، وهذه اللقطات يمكن تقديمها أو تأخيرها أو إيقافها أو إرجاعها. إلى هنا أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الرابعة علوم حاسب، نكون قد انتهينا من المحاضرة النظرية اليوم في مادة الرؤية بالحاسب، على أمل أن نلقاكم بخير وبصحة جيدة إن شاء الله في المحاضرة المباشرة في المرة القادمة، ونشوفكم على خير ومع ألف سلامة.